كان في ثلاث بوبدرة، سميتي شريف مولاي سعيد المعاشي، باش يعرفوني كيعرفوني الناس بزاف. كيفاش البومبا حدايا، ولدي خدام في البومبا، انا كان عيان مريض في جبر الله، في المنزل خرجت كندير كريسي قدام الدار، ريحت اذا شويه تجي عندي هذا مول الموتور ضارب وقف في جلفيل، هي حدا واحد الدريه تحت من شجره كتقرا، قلت وليدي اش بغيتي؟ قال شي باش ما كاين، قال لا ما كاين حتى باش، ودار عندي دار الدوره ودخل عندي جا عندي بجنبي، قرب لي قرب لي جا بجنبي، انا حاط تليفون فوق ركبتي وريه حاط حلف انت حاط بحكا داير الخيمه بحلف وحط عليه هيدي، قلت له قال لي انت ما عرفتينيش، انت شكون انت؟ ما عرفتكش يا وليدي ما عمري شفتك، قال لي انا الوليد راه صاحبك ما روح روحك ما تفرقش انت وياه، قلت له كيفاش ما تفرقش ولد من انت؟ قال لي انا ولد العسكري، انا هزيت يدي بحالك بحالك درت بحالك تفكر نفكر في هذا العسكري شكون هو؟ قال لي انت التليفون عندك زوين؟ نفكر في هذيك، هز لي التليفون طار بالموتور، نط نجري ولدي في البومبا، ايمن ايمن وليدي راه 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 غادي راه غادي مول الموتور دار لي التليفون وليدي اعتقد وسرق حتى الموتور سرق الموتور راه ماشي ديالنا سرق لواحد اخر راه جداه مولاه يامس جا لابريكاد هما مالي مشاو الدراري شدوه فين شدوه؟ شدوه في جمعة شحايم تبعوه من بوكدرا لجمعة شحايم لحقت يوم انا انا وش مالك الشريف قلت له ودي راه واحد البالة سرق لي التليفون ومشى راه تبعوه الدراري قلت يديني عند الشقوري راه عيطاني مشيت عندو هزني مشيت لجمعة شحايم لحقت الدراري يعاود يدوروا عليهم ولا ما تعرف يكون عنده صحابه ولا يكون عنده حتى شدو هرب شدو جبت جوج تليفونات واحد راه في الامريكا خلاو له جابوا التليفون ديالي هو هذا جابوا التليفون ديالي هو هذا فيه وليداتي وفيه عائلتي وفيه كل صابر بنياتي وفيه كل شيء والوقت اللي الوقت اللي شدوه هرب الموتور خلى بيع جابوه لامريكا هودوه لامريكا عيطت عليهم بالتليفون ديال كمال ديال الشقول عطيني التليفون قال لي عيط قال لي احنا غادي للثلاث غادي يشدينا الموتور هو راه زاد ملي زاد داو الموتور قلت يلا مشينا وصلنا لابريكاد دخلناه صوبنا عطينا الجدرمية بدا يقلبوا في الموتور لقاو ملاقيها الخيوط ملاقي الخيوط من التحت وبلاصة ليسانس مفرقعها فرقع قال لي هذا مشروع لا خطينا امن والله كون مكان الامن يا يدخل علينا الديور ما نكذبش عليك لا ديول الجمعه ولا ديول اسفي ولا ديول الشماعيه ولا ديول الثلاث والله الا خدامين والله الا خطينا الامن في البلاد في المغرب عندنا احنا وبلادنا زينه لا خطينا الامن كون مكان الامن ما غاديش نوصلوا لهذ المصيبه اللي شارق شحال الموتور الله يخلي لنا السي ماهر هو اللي مزير الوقت ومشاو بالوقت وقاد الامور الله يعز الرجال الرجال ديال البلاد خاصهم يتعاونوا ويحيدوا المنكر والتصفار العيالات مثلا يخرجوا بتليفوناتهم مثلا يخرجوا مش يقول لي ولينا خايفين انا قاعد قدام داري تسرق لي التليفون غادي هو شدق داير مصيبه الفيديو شدته الفيديو ديال الفيديو ديال الكاميرا الكاميرا ديال عاونتهم شويه واه هي اللي جبت تقول لي وولدي انا باش شدوا ولدي حيت هو دار ليسانس عندو دار ليسانس عندو وجا عندي باش دار لي التليفون لقاني قاعد قدام الدار شاد التليفون ودا لي التليفون زرب عليا زرب عليا دغيا طقت فيه ما قلتش نويت واش غيسرقني كلمة أخيرة كلمة الله نشكر الرجال والأمن والسلطة ما نكذبش عليك ويحموا البلاد يحموا البلاد الله يعز الرجال ما نكذبش عليك